نبي صلى الله عليه وسلم وحد عدي حلقة استوى سدح وتلمام يا حديث عبد الله بن عباس رسولك صلى الله عليه وسلم صحابه وحي كويل أن رسولك إله يو ما لين كان أن سومينو عاشوراء يهود باصونتا يهودنا إن الخلاف نادنا أمرتي وقادوا الله مرحلة شرتي مرحلة دي هوري النبي قم قال هذا مدينة ويم صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب نويمت نبي قو وحي أن نص الدين أيقى إنه كود يدو تعالى إنه كوافقوا تعالى ما دام قال هذا تد أهل الدين أيقى أيوب بدن يهين وحى النص الدين وكوافق شر مركها ولا صد ماهي يقى لصد ماهي وحتى لو وافقي إن لو تشي سدو صلاة لو تشي سدو بيت المقدس لحية توم بلود وصلاة وحلال قابله حق بيت المقدس لو تشي سنة مركا كدي باك سورة البقرة سود كتير وأيدها بدن أي سود جين قبل هذا الرسول لحية حق كعبة أوتشي سد لي مركا أريما بدن بمركا النبي يقول راح صلى الله عليه وسلم كدي بنا واحد عدي مركا مسلمين تحوجيستين أيجين اللي كيري ويجو مدح عدي جين مسلمين توح على أمره أصل نقضي مركا أهل الكتاب كخلافة مركن ذنبه ومركلي أهل الكتاب كخلافة عاشوران الصومي عاشورا الصوم كيدنا أهل الكتاب كلاجأ أركي أي مركا كدي وحي رسول كيله مالين كان يهود باصونتا ابن عباس ليه عاشورا مركن صوني النبي قلنا أمري أي وحي لهذا الصحابة يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى ومال يهودي النصارى ذو وينيان مركز النبي قوحي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه فإن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع حديث سنة كالدنب أن قارنو سقالات كان سومي دون أبو النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وحليه فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كي ما إيمان ومركو الله يوم حرم تيدي كلام ما إيمان إلا النبي قيري صلى الله عليه وسلم قرب معناها قيري رسول صلى الله عليه وسلم لكن وتشعل استصومه وتمنيه هدو قاري إنه سومي دونه سوى ساكو طلق عشان باتي الله كسو كمرت معناه هذا وحوي مركو مشروع يا إلا وحوي هدو سومي لها استقوا حاودي الدقيري دي أمدي كلا وجه دي أمدي سو وجه دي مركا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاسي مركا وحو تلمام يا إنو النبي صلى الله عليه وسلم سي لو خلاف أهل الكتاب كا ماشي طوبانات كا سقالات بان سومي بن رسول الله عليه وسلم محال لغا وضع ويقن مدي سويتي مركا سقالات كان سومي ما وحا لغا وضع طوبانات كيبان ماشا كساري وسقالات بان كبدلي مسا وحا لغا وضع تبنات كوان سومي لكن سقالات كان قدري تادن بيع علم دو بدين انو نبي كوود صلى الله عليه وسلم سقالات كي ان لا سومنا سيدي سي بو اجيديسن عن جدا تبنات كي عاشورا ان لا سومنا سيدي سي بو اجيديسن هي سقالات كان وان قدري سنه كدنبه هدي ان غاړو سي ان او خلافو يهود او خلافو عمل الكتاب كو خلاف لان ايغو هل مالين بي سوميان حداد مالين مركه كو هرمريسو أي قوة خلافت وححوشين يا عبد الله بن عباس كحديث كورين يا أي إسق لفتي سو حكسو عن إنه يري خالف اليهود وصوم يوم التاسع والعاشر يهود خلافة ووحد صنتان مالك السجالات يمالك التبنات وعبد الله بن عباس كحديث كورين يا إسق سيدا وكفهم يمرق علم ذو بدين وإن لبذا مال مطبع ليس للصوم يو تاس وامركي تيو دنبيس وقتي النبي صلى الله عليه وسلم هي مراحيشا يصومرتي صون كمالين كتبنات علم ذو حيلي هدي اي سوروغ ويد الروح انو مالين كسقالات لصومو سيو يهود او خلاف اما اهل الكتاب كخلاف كودي او حقيقيو كو يتبنات كهلا صومو مركا و صوميا العاشر والحادي عشر سي مخالفة دي الله هلو صون كين الله هلو وعيسو يدينا ين هدان مالين اللغو هرمرين مالين اللغو دن بيسين كيلي جيد ملزومي كرا وحيو بدينهن ها وحيليهن يعني وحويان مخالفة دي كوچرتاي تحريم ميه نوع كراها انبا كوچرتا سيداس دراد دي كيلي جيد هدين الله صومنا واسح وحاكفي عن او اقفي عن اناد مالك كهرية سقالات كلا صنط
هذي كوسو روبي ويدو وحاحكتا كوية تبنات كالصون كلي قدينا تصونتنا ويبنان تايوا سيداسي وحقبة أي مدى الإمام الشافعي أحمد إسحاق أي مبضان بانو حقبة سيداس أنا نبي صلى الله عليه وسلم وقدم بيسي مرحلة دي وقدم بيسي سيداس بانو السنة دا قدب كامركا نساك يقدم بنو محا أجر إلا ده وحكسوا النبي صلى الله عليه وسلم إنو يلي صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله إن يكفر سنة التي قبله وحان إلهي أجر كجسوك يا وان كفلنا يا إنو سنة كي يدكه الرئي تنبي جيدا كل عفو وحاك فضي بدن صنك يوم عرفة ويوم عرفة نبي قحور صلى الله عليه وسلم وحو إلهي كل عفا يا سنة كالدنبائيو هي سنة كهوري لكن يوم عاشوراء سنة كهوري يا إلهي دنبي جيدا كل عفا يا ابن نبي صلى الله عليه وسلم تانوا وفضلك يا فضيلة صون كيدا كتيرا أيها الأحبة لبضع مالموسي عن ذاتك وبرا روشينو وحيكو بيغيهين إسنين تا يتلادة صوص عطمان تبشو والليح بإذن الله تبارك وتعالى إسلامك مركا يوم الاثنين وينوسو آدن هي يوم الثلاثاء قفك عافمات قبا إن عذر دار لهين يين الرافن بإذن الله تبارك وتعالى